متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم. احنا الآن تتواجدوا بحي العنق مدينة الدار البيضاء، حي العنق واحد من الأحياء المشهورة على صعيد العاصمة الاقتصادية. تتوجد هذا الحي ما بين الهجاجمة وبورغون ودائرة أنفا وبالقرب من مسجد الحسن الثاني. جينا لحي العنق كعادتنا باش نعرفوا أصل التسمية، علاش تسمى هذا الحي بحي العنق، وأهم رجالات هذا الحي هذا والمعالم اللي تيسخر بها. كان الاتصال بالعديد من أبناء هذا الحي، أجي نشوفوا أش قالوا. سي حجيب، علاش تسمى العنق بهذه التسميه هذه؟ تسمى العنق بهذه التسميه هذه لانه جا في العنق ديال الدار البيضاء. كان بعض الناس يقولوا بانه راه تسمى على حي على العنق ديال بحال عنق الانسان، بعض الناس كيقول لك حي جا في العنق ديال الدار البيضاء، وهي ماشي في العنق ديال الدار البيضاء، هي جات في الاخير ديال الدار البيضاء. لا هو من الاحياء القديمه، هو من الاحياء القديمه، راه 1900 و نقول من 1916 وغادي طالعه، حيت هاد المناره هادي تبنات في 1916، وكان العنق ديك الساعه كانوا ساكنين فيه حي اليهود. كانوا كيقولوا لي حي اليهود، يهود المغاربه، يهود المغاربه. وكانوا في العمارات هنايا كانوا 9 العمارات من واحد حتى لتسعود، هذا هو البني القديم اللي كانوا ساكنين فيه اليهود. من بعد ملي جاو بداو كيسكنوا الناس المسلمين المغاربه ولاو كيتبنوا عمارات اخرين. تقريبا واش من عام ولاو تيسكنوا فيه المغاربه المسلمين؟ تقريبا راه في 1920 هكاك باش بداو باش بدا السكن هنايا. باش سكنوا فيه اليهود لاول مره، باش كان تيتمتاز؟ كان كيتمتاز بجميع الصفات، كان تبدا بالصداقه بينه وبينهم، كانوا بحال اصدقاء عندنا. كان يهودي ساكن حدا مسلم كيدخل عنده الدار يخرج عنده من الدار ويخلي ليه ولادو ويخلي، كان زعما كانت واحد الصله بينه وبينهم كانت عظيمه مزيان. سي حجيب، شنو اهم الاسماء اللي نجب هذا حي العنق؟ اولا الاسم الاول ديال السي سفير خالد سفير اللي كان عامل عمل الدار البيضاء انفا، وما تنساش بانه كان لاعب كرة القدم، كيمتاز بكرة القدم مزيان، وعطى بزاف الاطر منهم هيدامو لاعب دولي، دابا راه كيلعب في الجيش، راه دابا كيدير مدرب ديال الفريق ديال البنات في اتحاد تورقة. وعندك سميتو سي فوزير عبد الكريم، راه هادي شي شهر هادي تقريبا عطاه هو الرئيس رئيس ديال الالعاب القوى هنا في الدار البيضاء. عندك سي محمد بكاري لاعب كرة القدم، مقارج عبد الرحيم كان كيلعب في الكوكب المراكشي، علي ديال الوداد، زهير، وبزاف الاسماء. كاين عبد الحق مصار كان كيلعب في حياة، وخوه بشعيب، أغمور ابراهيم، وخوه حسن، عطاو بزاف الالعاب بزاف ديال. شنو العماره اللي كانت يسكن فيها السي سفير؟ السي سفير المحترم كيسكن في عماره 36، وهاديك العماره 36 و34 الريتشوسي ديالها كله كانت مدرسه حكوميه قبل ما تبنى المدرسه ديال، يعني كانوا في المدارس كانوا تحت من العمارات؟ كانوا تحت من العمارات، يعني في الريتشوسي كله كان ريتشوسي كله كان عمارات. اش من الفتره هذه تقريبا؟ غنقول لك في الخمسينات حتى الستينات، من 64 تحولنا للمدرسه. انا قريت فيها الابتدائي الاول الابتدائي الثاني المتوسط الاول، الشهاده قريتها في المدرسه ديال اللي تبنات جديده. سي حجيب، باش حي العنق شنو الاحياء اللي تتحيط به؟ قلت لك في الاول كتحيط به من على كتحيط به الروضه ديال النصارى، الهجاجمه، انفا، والبحر. يعني هو جمع بين البحر، الهجاجمه، بورغون، انفا. وشنو اهم القبائل اللي استقرت في حي العنق في بدايه القرن؟ هو جميع القبائل المغربيه، كاينين الكناسيين، الفاسيين، الرباطيين، بوشكوره، ولاد حدو، بني ملال، خريبكا، جميع القبائل تقريبا كاع هذا الحي كان كيجمع جميع. وكيفاش تعايشت هذه القبائل كلها وسط واحد الحي اللي هو صغير محدود؟ انا كنعرف من الستينات من الخمسينات، انا نقول من 54 ولا نقول من الستينات ملي بديت كنعقل على راسي انايا، كانوا الناس هنايا بحال الاخوان، كانوا خوت الحمد لله. بعد تاع السكان تاع العنق تيقولوا بان الجو تاع رمضان كان في عين العنق ماشي هو بحال الاجواء تاع الاحياء الاخرى، كيفاش كانت تيمتاز الاجواء ديال رمضان اللي كانت كدوز في العنق؟ من احلى اجواء في الدار البيضاء بالنسبه لي انايا، لانه انسان كيصوم كيفطر
كيخرج كيمشي تمشى جهة البحر. وكان عندنا دا واحد المعلمة زوينة في رمضان هي أن الوقت ملي كان داكشي تقليدي، الوقت ملي ما كانش كيقول مدي الله أكبر، كانت عندنا حنا هنا لصيران الزواكة، وهذيك اللي كنا كنفتخروا بها، كنا كنفرحوا حنا صغار باش نمشيو نشوفوا البومبية جايين يخدموا الزواكة، عاد كنمشيو نطلعوا للدار نفطروا. كاين شي ناس يقولوا عاوتاني بأن العمارات واخا كاينة بزاف تاع الشقق في العمارات، ولكن كلشي كان محلول على كلشي. بحالاش محلول؟ يعني الجيران مع بعضياتهم مع الجيران وكذا. الجيران كانوا أخوة. من الستينات حتى الثمانينات كانوا جيران أخوة. نقول حتى التسعينات كاع. كان هذا الجار يخلي يخرج يجي ولده من المدرسة ما يلقاش يدخل على الجارة تاكلوا تشربوا وتسناتي يجي أمه تعطيه ليه. وشحال من عمارة كاينة في هذا الحي العنق كله؟ 37 عمارة، هما بعض الناس كيقول لك كاينة 40. ولكن ما كاينش 40، حيت عمارة واحد عمارة 28 وعمارة 31 وعمارة 35 ما كايناش. يعني كاينة 37 عمارة، ومنهم جوج العمارات، وحدة تيقولوا لها بلوك بوعزة هي ديال البلدية، وعمارة ديال الديوانة كان كيسكنوا فيها غير الديوانة. اشني اهم المعالم تاع حي العنق سي حاجي؟ المعالم ديال حي العنق هي المناره اللي تبنات اللي بدا البناء ديالها في 1916 وكملات في 1920 بدات كتخدم، ومستشفى ديال العنق، والمدرسه اللي تبنات في الستينات. هادو هما المعالم. وعندك هذا الحمام هذا تا هو تبنى في الستينات، وهنا قدامه كانت عم لعب ديال الكره. ولكن هذه المنارة باش تميز هذه المنارة، الإنسان تيسمع المنارة باش تحيل هذه المنارة؟ هذه المنارة هذه سيدي بناوها على قبل الميناء ديال الدار البيضاء، لأنه في الأول كانوا تيقولوا بأنه كان البواخر كانت خطر عليهم البحر، وهي كترشدهم، هي المنارة كترشدهم، وفيها تقريبا 76 متر، و250 درجة فيها باش تطلع لها حتى الفوق. سكنت في السكنة ديال القوة المساعدة في 1956. تحولنا لها من عرس الفاسي، وهاد الناس قدماء المحاربين خدموا في فرنسا وجاو سكنوا هنا بوليداتهم، ودابا الاباء ماتوا والولاد بقاو، ودابا المسؤوليه علي من ما عرفناش علي من، دابا بقاو غير الاراميل، وتا الاراميل منهم اللي ماتوا. انت بديت سكنتي في هذه الحياه؟ سكنت في 56 1956. تولدتي فيه ولا غير؟ لا، كنت في عرس الفاسي، جيت من هذه انا حدا اورت، تحولنا هنا للبلوك المخزي هذا العنق، كانوا فيه الناس ديال المخزن، كان مسلماه مدام قريقوان لهذا قدماء المحاربين ديال القوى المساعده. كيمتاز هذا العنق لانه هو الحضاره، في اول حي متحضر في الدار البيضاء هو العنق. علاش؟ انا كنت كيمتاز ثلاثه الريستورات عالميين هنا، يعني كانت كابيسون بتيروشي ولامير، وداك الشيء اللي كتشوف دابا العنق علاش كيبان لك بانه هاني وداك الشيء، لان السكان ديالو هما اللي كاينين فيه، ما كاينش الناس الكرايه، ما كاينش الناس اللي كانت غيكون شي براني ولا شي حاجه، يعني الناس الى وحده، يعني الناس اللي استقروا فيه في الاول هما اللي بقاو، هما اللي باقي الناس اللي مستقرين هنايا هما اللي باقون فيه، كانوا في البلوك ديال المخزية، وعاد تحولوا الدراري للباطيمات هنايا، من ضمنهم الاخ اللي شتي دابا بزاف كاع، والدراري هنا حنا الدراري هنا دابا كنعرفوا، كلنا كنعرفوا بعضياتنا هنا في هذا الحي، ما كاينش شي واحد اللي غتسولوا على شي واحد ولد الحي في الباطيمات او في بلوك مخازنيه الا وغادي يعرفوا، لان الناس هنايا قدام. انا دابا عندي تقريبا واحد 53 عام في عمري ولا 54، بنادم هنا متحضر، ماشي ولاد كانوا دري ولاد قدماء المحاربين، انا الاكثريه هنا في الباطيمات ولا في بلوك مخازنيه ولاد قدماء المحاربين، كلاسيان كومباط، والديهم جايبين الحضاره من برا وداك الشيء.